السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أبطال سنة رابعة ابتدائي، أهلا بيكو. النهاردة إن شاء الله عندنا شرح الدرس الثاني من يونت 1، والدرس الثاني اسمه I am healthy، أنا صحي، أنا إنسان صحي. فده عنوان الدرس الثاني. والدرس الأول يعني إحنا طولنا مدته شوية لأن إحنا حلينا في نفس الدرس، وعلشان كده النهاردة هنخلي الحل الفيديو اللي جاي إن شاء الله. بس احنا النهاردة عندنا جرامر يا بطل، وعندنا كلمات ودرس مهم جدا، فيلا بينا نشوف الدرس المهم جدا واللي في نفس الوقت بسيط وسهل جدا. بيقول لنا ايه؟ اللايك الجميلة بتاعتك ما تنساش، حضر كراستك وقلمك، ويلا يا ابطال let's get started. بص يا بطل يا جميل، تعالى اول حاجة نبدأ بيها كده وانت فريش، الجرامر. الجرامر بسيط جدا وسهل جدا جدا. احنا بنتكلم على كلمة and وكلمة but، بس هما الكلمتين دول. هو and يا بابا يعني و، تمام يا بطل؟ and يعني و، لما اقول English and Arabic، الانجليزي والعربي، mom and dad، ماما وبابا، ف and يعني و. فخلينا الاول نتكلم في and اللي معناها و، ودي بتستخدم للاضافة، انت بتضيف حاجة على حاجة، زي ما تقول كده I like، انا بحب chocolate الشوكولاتة، and وكمان بتضيف بقى I like chocolate and ice cream. كلام جميل، يبقى انت بتستخدم and للإضافة. خلي بالك في الجملة دي and جت بين اسمين، صح؟ يعني قبلها ايه؟ chocolate اسم، وبعدها ايه؟ ice cream اسم. but ما فيهاش الخاصية دي، but احنا هنقول معناها ايه دلوقتي، بس ما ينفعش تيجي بين اسمين. هي and اللي بتيجي بين اسمين، but لا. and برضو بتيجي بين جملتين، but اه برضو على فكرة، but برضو بتيجي بين جملتين. يعني يا مستر انا مش فاهم، هقول لك يا بطل، هقول I like English، انا بحب الانجليزي، and و I like مثلا art، وبحب الرسم. بص لي كده على end، تعال لي كلوز كده، بص على end، جت بين جملتين، قبلها جملة I like English، وبعدها جملة I like art. end معناها ايه يا ولاد؟ معناها و، بتستخدم للإضافة، بتضيف حاجة على حاجة. طيب and بتيجي بين اسمين وبين جملتين، تمام. جملتين يا صديقي ما بيكونش بينهم اي تناقض، يعني 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 الجملتين كده لايقين على بعض، راكبين على بعض، ماشيين على بعض. انا بحب الانجليزي، انا بحب الرسم، فما فيش اختلاف، ما فيش تعارض، فبقول and. ده بالنسبه ل and. تعال لي بقى على but، ندخل كلوز كده نبص على but. but معناها لكن، ما ينفعش بات تيجي بين اسمين، ده مبدئيا. مفيش حاجة اسمها تشوكليت بات ايس كريم، الشوكولاتة ولكن الايس كريم، فده مبدئيا. بات بتيجي بين جملتين، هنا جملة وبعد كده كلمة بات اللي هي لكن، وبعد كده جملة، يبقى بتيجي بين اسمين؟ لا، لو انت شفت اسمين يبقى اند، خلاص؟ طيب لو شفت جملتين، والله ممكن and وممكن but. and اهو بتيجي بين جملتين، بس الجملتين راكبين على بعض، لكن but بتيجي بين جملتين مش راكبين على بعض، اللي احنا بنقول عليهم متناقضتين، يعني جملتين عكس بعض من الاخر. يعني ازاي؟ هقولك. الجملة دي مثلا بتقول I like، I like English، أنا بحب الإنجليزي، تمام؟ تمام. يا ترى هنحط and ولا but؟ الجملة اللي بعدها بتقول I don't like، أنا لا أحب art الرسم. ثواني بقى، الجملتين دول مش لايقين على بعض، يعني واحدة أنا بحب الإنجليزي والتانية أنا ما بحبش الرسم، في تناقض، واحدة مثبتة والتانية منفية، نقول but. وعلى فكرة الرابط but بيكون قبله كما، خلي بالك من دي، الرابط but بيكون قبله كما.
I like English but I don't like art. الجملتين مش راكبين على بعض. طيب مثال تاني، يلا يا بطل، مثال تاني لبت اللي هي ولكن، اللي بتيجي بين جملتين متناقضتين وبت بيبقى قبلها كما. هقول لك مثلا I eat، انا باكل unhealthy food، انا باكل طعام غير صحي. استنى استنى، but ولكن، ولكن I exercise، ولكني بتمرن وبعمل تمارين رياضية. but بين جملتين، دي جملة I eat unhealthy food، انا باكل طعام غير صحي، ودي جملة I exercise، انا بتمرن. الجملتين متناقضتين، يعني الاولى انا باكل طعام غير صحي، لا يبقى انا بضر صحتي، والتانية I exercise، انا بتمرن وبعمل تمارين رياضية، يبقى انا بفيد. بص هما متناقضتين، الجملتين مش راكبين مع بعض. فدي بالنسبة لبط. لما اقول مثلا I want to play football، انا عاوز العب كرة، تمام تمام جميل والله حلو. but ولكن، ولكن it's raining outside، انها تمطر بالخارج، it's raining outside، في تناقض، انا عاوز العب كرة واطلع بقى وانطلق بس الجو بره بمطر، في تناقض، فالجملتين مش راكبين مع بعض، في تناقض. اوكي فبقول but. لما اقول my father، بابايا is a teacher، بابا معلم، but ولكن my mother، مش هتبقى teacher بقى خلاص طالما but، but my mother is a nurse، بس ماما ممرضة. يبقى ده but ولكن، ان في تناقض او الجملتين مش زي بعض، وبط بيكون قبلها كما، بط معناها ولكن، زي كده لما بنقول بس بابا مدرس بس ماما ممرضة، انا عاوز العب كرة بس الجو مطر بره، انا بحب الانجليزي بس ما بحبش الرسم. فهو ده بالنسبة لي بس اللي هي بط ولكن، لكن اند معناها و، فالدنيا قشطة مفيش اختلاف، اللي قبلها زي اللي بعدها، ولكن بط ولكن، اللي قبلها مش ماشي مع اللي بعدها، ولو قبلها جملة مثبتة فبعدها منفية، ولو قبلها منفية فبعدها مثبتة. ده بالنسبة للجرامر البسيط قوي اللي موجود في الدرس، and و but ولكن. يلا بينا يا ابطال بص مع بعض في السلايدز بتاعتنا. يلا بص معايا يا بطل بقى على اول حاجة معانا هنا، جملة واحد بيسألك فبيقول لك Do you think، فكر think يعتقد، Do you think، هل تعتقد، You're healthy، أنك صحيا، هو أنت مفكر نفسك إنسان صحي؟ والله بص لنفسك، هل أنت بتاكل أكل صحي ولا غير صحي؟ هل أنت بتلعب رياضة ولا أنت بقى من الناس بتوع الفرجة على التلفزيون والفيديو جيمز طول الوقت؟ Do you think you're healthy؟ هنسأل السؤال ده لأصدقائنا وهنشوف أصدقاء لنا هيردوا ويقولوا إيه على السؤال ده. بص معايا على أول كلمة، كلمة candy، candy candy الحلوة، candy I eat candy، أنا باكل حلوة، but ولكن، يبقى اللي جاية بقى حاجة مختلفة، but ولكن I eat fruits، بس باكل فاكهة برضو، في تناقض، فقلت but candy 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 حلوة. wheelchair يعني كرسي متحرك، I'm in a wheelchair، أنا بقعد وبستخدم كرسي متحرك، but ولكن I play basketball، بس بلعب basketball، في تناقض فقلت but. wheelchair 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 كرسي متحرك wheelchair. طبعا البطل الجميل يعرف chair كرسي، بس حط قبلها wheel اللي هي العجلة، wheel chair كرسي بعجل. اوكي طيب عندنا بعد كده scientist عالم، scientist scientist. طيب انا ممكن اقول my dad is a scientist، بابايا عالم،
and he likes animals وبيحب الحيوانات. هنا مفيش تناقض فقلت and. بابايا عالم وبيحب الحيوانات لان ده شغله، هو عالم بيعمل فحوصات وتجارب على الحيوانات وبيحب الحيوانات، فمفيش تناقض. scientist عالم، scientist 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 عالم، scientist 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 عالم يا بطل scientist. unhealthy غير صحي، unhealthy unhealthy. video games ألعاب فيديو، I play video games أنا بلعب ألعاب فيديو. ممكن أقول I eat unhealthy food أنا باكل أكل غير صحي and I play video games وبلعب ألعاب فيديو. هنا مفيش تناقض، هنا أنا غير صحي وغير صحي في الاثنين فبقول and. video games ألعاب الفيديو، video games video games video games video games video games ألعاب فيديو. awesome رائع، awesome 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 okay رائع، awesome awesome تقول مبسوط من حاجة قوي، قول كده قول awesome 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 okay that's awesome رائع. banana milkshake يعني موز بلبن، banana milkshake كلمة banana موزة، ميلك شيك يعني بلبن مخفوق باللبن، اي حاجه في لبن يعني مثلا في عندنا تشوكليت ميلك شيك شوكولاته بلبن، ستروبري ميلك شيك فراوله بلبن، بنانا ميلك شيك موز بلبن، بنانا ميلك شيك بنانا ميلك شيك. كولا، الكولا طبعا it's an unhealthy drink مشروب غير صحي. I drink cola انا بشرب كولا. but ولكن يبقى في تناقض جاي، but ولكن I exercise بس انا بتمرن، يبقى كولا اللي هي الكولا كولا كولا. interesting شيق، interesting فالولد ده اكيد يعني منتبه قوي مندمج قوي في الكتاب اللي بيقراه لان الكتاب اللي بيقراه ده interesting 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 شيق interesting. sweet حلو الطعم او مسكر، sweet 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 sweet. busy مشغول، busy 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 مشغول. my dad is busy بابايا مشغول، busy 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 he's busy all the time مشغول طول الوقت busy. team فريق، team 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 a basketball team فريق كرة سلة، team فريق team. كلمة fresh يعني طازج، fresh 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 fruit فاكهة طازجة، fresh fresh حاجة fresh طازجة، fresh يا بطل اكيد بطل بيكتب طبعا طبعا fresh. طيب انا عندي فعل اسمه practice وواضح ان الفعل ده منتظم لان احنا هنضيف اخره دي بس فنكون الماضي. practice يعني يمارس او يتمرن او يتدرب، practice 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 تمام يا ابطال، practice يتمرن او يتدرب practice practice. والماضي practiced practiced practice practiced practiced. talk يتحدث والماضي talked، هناخد دلوقتي التعبير talk to يتحدث الى، talk they are talking هما بيتكلموا، talk 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 ال a l بتدي الصوت او ت talk talk وده فعل منتظم هنضيف اي دي ويبقى ماضي talk talked talk talked. الافعال الغير منتظمه عندنا الفعل سي يرى والماضي saw see ورأى saw يرى see ورأى saw. on the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع، شايف أنا جايب لك يوم الجمعة Friday لأن ده الويكند. on the weekend
on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. On the weekend, on the weekend, okay. I visit my grandma. أنا بزور تيتا. On the weekend, on the weekend. Do sport يلعب رياضة أو يؤدي رياضة. Do sport, do sport. سنة مستر أنا ممكن أقول I do sport on the weekend. ممكن. Okay. Do sport, do sport. زي الأبطال اللي قدامك دلوقتي. Do sport. On Saturday يا بطل الأيام بتاخد حرف الجر on. On Saturday في يوم السبت. سنة مستر ما هو انت لسه قايل on the weekend بتاخد on في عطلة نهاية الأسبوع. On, on هنا معناها في. On Friday في يوم الجمعة. On Sunday في يوم الحد. On Saturday في يوم السبت وأول حرف في الأيام capital. On Saturday. طيب هو أنا ممكن أقول I go to the club. أنا أذهب إلى النادي on Saturday. ممكن تقول كذا on Saturday. Go walking يتنزه يتمشى يمارس المشي والتنزه. Go walking. هو أنا ممكن أقول I go walking. أنا أتنزه on Saturday on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. Go walking, go walking, go walking, go walking. تمام. Go walking يتمشى. Go walking. In a wheelchair يعني في كرسي متحرك. I'm in a wheelchair. In a wheelchair. He's in a wheelchair. انت تعرف الويلتشير اللي هو الكرسي نفسه، لكن لما اقول in a wheelchair يعني في كرسي متحرك. He's in a wheelchair. 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 طبعا talk to يتحدث الى. Talk to. لما اجي اقول لك hello how are you ازيك عامل ايه، يبقى I'm talking to you انا اتحدث اليك. Talk to. Talk to. I don't eat candy. ركز يا بطل. I don't eat candy. انا لا اكل حلوى. الجملة دي ايه؟ منفية. انا ما باكلش حلوى. But I like fruit. بس انا بحب الفاكهة. هنا ما باكلش حاجة لا مش عاوزها، لكن هنا انا بحب حاجة، يبقى في تناقض. فقلت ايه؟ قلت but ولكن. انا ما باكلش دي بس بحب دي. I don't eat candy but I like fruit. يبقى but جت من جملة منفية I don't وجملة مثبتة I like. هنا لا انا مش عاوز، وهنا ايوة انا عاوز، يبقى في تناقض. وقبل but بيكون في كما. هقول الجملة تاني. I don't eat candy. أنا ما باكلش candy. But I like fruit. بس أنا باكل فاكهة. دي كانت آخر شريحة عندنا. هنيجي دلوقتي يا بطل يا جميل نفتح مع بعض الكتاب بتاعنا ونبص مع بعض في الكتاب، نشوف الدرس من الكتاب، ونكون بكده خلصنا فيديو النهاردة. يلا بينا يا أبطال كلنا نفتح الكتاب وننتقل إلى الكتاب. فتحنا مع بعض الكتاب. يلا بينا يا أبطال. حلوة كاندي نراجع الكلمات. كرسي متحرك ويلتشير. عالم ساينتست. ألعاب الفيديو فيديو جيمز. رائع أوسم فريق تيم. لبن مخفوق بالموز اللي هو الموز باللبن. بنانا ميلك شيك. مياه غازية أو الكولا كولا. شيق أو ممتع interesting. حلو المذاق sweet. مشغول busy وطازج fresh. الأفعال منتظمة يتدرب practice والماضي practiced. يتحدث talk والماضي talked. الأفعال الغير منتظمة يعتقد think والماضي thought. يرى see والماضي saw. وعندنا الاكسبريشنز في عطلة نهاية الأسبوع on the weekend. يمارس رياضة do sport. على كرسي متحرك in a wheelchair. في يوم السبت on Saturday الأيام بتاخد حرف الجر on.
يذهب للتمشية go walking، يتحدث إلى talk to. طيب عندنا جمل بتقول إن جودي does a lot of sport، تمارس الكثير من الرياضة at school، في المدرسة. برافو يا جودي. جودي doesn't eat candy، لا تأكل حلوى. But she likes fruit، بس بتحب الفاكهة. برافو يا جودي. آدم is in a wheelchair basketball team at school، آدم في فريق كرة السلة اللي هم اللي على كراسي متحركة في المدرسة. آدم practices basketball، آدم بيمارس كرة السلة 3 times، 3 مرات every week، كل أسبوع. آدم wants to drink more water، آدم عاوز يشرب مية أكتر، حب المية. دارين loves burgers، دارين بتحب البرجر. but ولكن she only eats one a week، بتاكل واحد بس في الأسبوع. هي بتحب البرجر بس بتاكل سندوتش واحد بس في الأسبوع كله. طيب تعال نشوف البوب كويز ده بيقولك it's a to drink water، إنك تشرب مية، مية حاجة healthy، صحية. basketball، كرة السلة is my favorite. basketball sport، رياضة. طيب I play football in the school football، أنا بلعب كرة قدم in the school football team، في فريق كرة القدم المدرسي. تعال نسأل بقى آدم ودارين وجودي are talking about being healthy، فهنسألهم سؤال واحد: do you think you're healthy؟ هل تعتقد أنك صحي؟ فهنوجه السؤال لجودي. يا جودي do you think you're healthy؟ جودي، فجودي قالت yes، أيوة، شفت الثقة؟ أيوة أنا صحية. yes I do. ليه بقى يا جودي بتقولي كده على نفسك؟ فقالت I do a lot of sport، أنا أمارس الكثير من الرياضة at school، في المدرسة. تمام. on the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع، I walk to my grandma's house، أمشي إلى بيت جدتي with my family، مع عيلتي. I really like walking، أنا فعلا بحب المشي. because I can talk to my mom and dad، لأن أنا بكلم ماما وبابا وإحنا بنتمشى. we can see the different houses، واحنا ماشيين كده بنتمشى بنشوف البيوت المختلفة and shops، والمحلات. I don't eat candy، أنا لا أكل حلوى. but ولكن، قبلها كما، ولكن I like fruit، ولكن بحب الفاكهة. my favorite fruits are، فواكه المفضلة هي البانانز، الموز، and watermelon، والبطيخ. my mom، مامتي، makes an awesome banana milkshake، بتعمل موز بلبن بقى رائع. my mom، مامتي، makes، بتعمل an awesome banana milkshake. طيب دي جودي، تعال نسأل نفس السؤال لآدم. do you think you're healthy آدم؟ هل تعتقد أنك صحيا يا آدم؟ فآدم قال yes، أيوة أنا صحي، برغم أن أنا كده in a wheelchair، بس أيوة. I am in a wheelchair basketball team، أنا عضو في فريق كرة السلة على كرسي متحرك. we practice 3 times every week، وبنتمرن 3 مرات كل أسبوع. I drink cola، استنى، أنا بشرب كولا، مياه غازية. but ولكن I want to drink more water، أنا عاوز أشرب مياه أكتر، بشرب مياه أكتر من الكولا. I don't play video games، أنا ما بلعبش video games. because I'm very busy، لأن أنا مشغول جدا. I play basketball، أنا بلعب كرة سلة. and وإضافة and I play football، وبلعب كرة قدم، مفيش تناقض بين الجمل. I play basketball and I play football in the park، في الحديقة. هنسأل دارين نفس السؤال: do you think you are healthy دارين؟ فدارين قالت yes I think I'm healthy.
My mom and I, أنا وماما go walking. نذهب للتمشية in the desert, في الصحراء. يا سلام. With my dad, مع بابا. Dad is a scientist. بابا يا عالم. And where الجملة اللي جاية مفيش تناقض بقى، جملتين ماشيين مع بعض. And he likes looking at animals. ويحب النظر إلى الحيوانات. And plants والنباتات، طبيعي راجل عالم. We go with him every weekend. نذهب معه كل عطلة أسبوعية. It's very interesting. ودي حاجة شيقة جدا. But it's very hot sometimes. بس أحيانا بتكون حر جدا. خلي بالك من but. تاني. It's very interesting. حاجة شيقة. الله، ميزة جميلة. But ولكن. It's very hot sometimes. بس حر أحيانا. ياه، مش حاجة حلوة. فهنا but بين الجملتين المتناقضتين. I only drink water. أنا بشرب مية بس، ما بشربش غير المية. Because I don't like cola. أنا ما بحبش الكولا. I love burgers. في عيب، أنا بحب البرجرز، سندوتشات البرجر. But ولكن. I only eat one a week. باكل واحد بس في الأسبوع. My mom, مامتي بتعمل حاجة صحية حلوة قوي. My mom makes، بتعمل ايه يا ترى؟ Yummy salads، اطباق سلطة يامي لذيذة. طيب اتكلمنا على and و but. and بتضيف فكرتين زي بعض. I eat vegetables، انا باكل خضروات. and I exercise، وبتمرن. حاجتين حلوين. but تناقض بقى. I want to play football، انا عاوز العب كورة. but ولكن. my leg hurts، رجلي تؤلمني. ففي تناقض فقلت بات. هنحل البوب كويز ده مع بعض وخلاص، ونسيب حل التمارين للسيشن الجاي ان شاء الله. I want to go swimming، عاوز اصحح كلمة end، ما هو ما كانتش end تبقى بات. انا اريد ان امارس السباحة. It's raining، بتمطر برا، يبقى بات ولكن بتمطر برا. وبات قبلها كما. طيب هي بات غلط، يا ترى الصح هيبقى ايه يا ترى؟ فاطمة loves ice cream، فاطمة بتحب الايس كريم. and chocolate والشوكولاتة. and بين اسمين، اسم واسم. after school، بعد المدرسة. I do my homework، انا بعمل واجبي. because I eat dinner، علشان اتعشى. لا، بعمل واجبي وبتعشى. and I practice basketball، انا بتدرب كرة سلة. يا ترى اور، لا هي مش اور، الصح هيبقى ايه؟ I walk home، انا بمشي للبيت. from school، من المدرسة. every day، كل يوم. and حاجتين حلوين. I practice basketball and I walk home. I don't drink cola، انا ما بشربش كولا. جملة منفية، خلي بالك من الكاما. انا ما بشربش كولا. I drink fresh juice، انا بشرب عصير طازج. مثبتة ومنفية او البت. ما بشربش حاجة بس بشرب حاجة، ففي تناقض. He can speak English، هو يقدر يتكلم انجليزي. He can't speak Chinese، ما يقدرش يتكلم صيني. يبقى بت ولكن ما يقدرش يتكلم صيني. In summer، في الصيف. It's dry، الجو جاف. hot and hot، بين كلمتين اقول and. I want to be healthy، انا عاوز اكون صحي. I don't like to eat vegetables، انا ما بحبش اكل خضروات. يبقى but ولكن. الجملتين مش راكبين مع بعض، شايف الكما طبعا. cats are cute، القطط لطيفة. quiet، هادية. and quiet، وهادية. I like reading stories، انا احب قراءة القصص. I like watching films too، احب مشاهدة الافلام ايضا. يبقى and، وبحب مشاهدة الافلام ايضا. هنا I like وهنا I like،
جملتين مثبتين فمثبتتين، فالدنيا مفيش تناقض خالص معانا. هنقف هنا يا ابطال، والسيشن الجاي ان شاء الله نحل مع بعض تمارين الدرس. و ثانك يو فور واتشينج، شكرا جدا للمشاهده وانك كملت معايا الفيديو الاخر. انا بحبك جدا جدا، مبسوط جدا انك وصلت النقطه دي في الفيديو، هتوحشني كتير جدا لغايه السيشن الجاي ان شاء الله. ودلوقتي يا ابطال بكل اسف هقول لك سلام، جود باي.